وكبار المشاهير. الله معكم يا احبه واسلم الرب يسوع بقلوبكم جميعا وين ما عم بتشوفوني باستراليا. انا بس بدي اقول لكم انه نهار الجمعه الساعه 5:30 بتوقيت سيدني رح كون معكم مباشره من لبنان عبر موجه التو ام اي يلي رح بتوحد موجتها مع اذاعه صوت المحبه بمناسبه عيدا. حتى أول شيء نعيد إذاعة صوت المحبة ونتمنى لهم الاستمرارية بمحبة الرب يسوع، وبنفس الوقت حتى نتمنى لأبونا مارون 25 سنة كهنوتية مباركة، وبنفس الوقت حتى اسمعكم وبتكونوا أنتوا عم تسمعوني. وكتير في عنا شغلات بدنا نحكي فيها بهالمقابلة هيدي يلي رح بتكون مع صديق بيدرو، فكونوا على موعد معنا نهار الجمعة الساعة 5:30 بتوقيت سيدني. الله معكم مباشرة مع إلهام وبيدرو نجومكم المفضلين كل يوم جمعة بعد الظهر حصريا لكم بأستراليا من GME أستراليا.